الله أوقاتكم. اليوم احنا وياكم من المبنى التاريخي لتاريخ العراق المعاصر، خلينا نقول بناية السكك الحديدية. زين، ويا موضوع يمكن هو راح ينطرح لأول مرة، هو العربة الملكية. العربة الملكية، الصالون الملكي لا زال موجود. حبينا نعرض لكم هذا الموضوع لهذه العربة في نية أن تكون هنا هاي الملكة، العربة الملكية، مكتوب صالون الملك، هنا مكتوب السكك الحديدية، هنا مكتوب السكك الحديدية. يعني بس يا ريت نشوف من فوق العربة، هذه يحتاج لها صبغ على نفس النوع، يحتاج تنضرب رمل. هنا مكتوب صالون الملك. هسه راح نصعد وياكم للصالون الملكي والعربة الملكية ونشوف هنا كله مغلف بالصاج، يعني الموضوع مغلف بالصاج. هنا البيبان صوروا لنا اياها كلها صاج، واكو اجزاء يعني ممكن ترمم ترميم. هنا هذه هنا المطبخ، كان هذا هنا كان المطبخ الملكي للعربة الملكية. وهنا خلينا ننتقل مناك، هذه مننا الجزء الآخر، هذه الجزء الآخر أخذنا عليها صبرنا إياها هي إيه. هذا الجزء الآخر، هذا الموضوع كله. بس هذا خلي الصوت، هنا الصالة، صالة الجلوس. هنا نشوف هذا كله باقي، هذه هنا جزء من العربة الملكية كله بالصاج. هنا ايضا الحمامات اللي ورا صارت هاي غرف للنوم. هذه هنا التصوير لل داخل العربة مغلف بالصاج. احنا منا انا ندعو اي شخصية قادرة او اي جهة تتبنى التعمير وبإشراف السكك، ندعوها دعوة لأي شخصية، ممكن اي جهة، اي شركة، اي شركة خلي نقول مقاولات، اي جهة تريد تعمر وترتب العربة والصالون الملكي، ندعوهم يجون يرتبوها بإشراف السكك حتى نحافظ عليها كأرث حضاري عراقي، كأرث ملكي لفترة مهمة لبناء الدولة العراقية. احنا هاي الدعوة وهذا اللي التصوير صورناه بموافقة دائرة سكك الحديد، هي دعوة من سكك الحديد لصيانة أي جهة، أي شخصية تريد تسوي صيانة للعربة الملكية تتفضل برعاية الموضوع وبإشراف السكك الحديد. شكرا، كانت معكم زهرة زنجنة من العربة الملكية والصالون الملكي العراقي.